شغل بالنسبة لفريق أو للحارس شعال، وفيها طبعا ذكاء اللاعب اللي راح ينفذ، والحظ كذلك يلعب دوره في مثل هذه المناسبات. إذن ضربة الجزاء في الدقيقة التاسعة، هل يتمكن بن موسى من فتح باب التسجيل، وهل يمكن لشعال أنه يتصدى لهذه الكرة؟ تبقى الحديث مع تنفيذ هذه ضربة الجزاء هذه. إذن وبن موسى يسجل هدف، بن موسى يسجل الهدف الأول ويلقن الكرة في شباك الحارس شعال، رغم الارتماء نتاعه في الاتجاه المعاكس. طبعا بن موسى يسجل بقوة وبقوة كبيرة جدا ضربة الجزاء، هدف مقابل صفر، الهدف الذي راح يكون ربما المحفز لفريق. أخر كثيرا وحصل عليها مهاجم نادي الاتحاد بينية، جول 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 جول. نم واسترح يا أسامة درفلو، من حقك أن تفعل ذلك. هدف ثاني لصالح اتحاد العاصمة، هدف ثاني لليوسما، في وقت كنت تتحدث على أن أبناء العاصمة سيضغطون من أجل عدم إتاحة الفرصة للمولودية الذي كان ضاغطا وراغبا في تعديل الكفة، لكن جاء ما لم يكن يتصوره أبناء وعشاق القصبة. هدف ثاني عن طريق اللاعب أسامة درفلو. ماذا يا أسامة درفلو، لماذا سجلت هدف بهذه الطريقة وفي هذه اللحظات؟ هدف ثاني ممكن أن يكون كما قلت يعني ضربة.